واش لا فافا جيسبر كو كلكم تكونوا مزيانين وان شاء الله كلكم غتكونوا مزيانين. المهم بوغ لو سوجي نتاع النهار هو اننا غادي نهضروا على البروغرام ديال رمضان. المهم قرب رمضان الو خاصنا نديروا شي بروغرام ديال رمضان حيت بزاف ديال الناس كيخافوا انه بنادم ملي وجبت انا بنادم ندوز واحد العام كامل ديال المرض والمقاتله ويتقاتل وكدا ويتنارى والفلوس وفي التالي وطلع واحد لاطاي واحد الوزن زاد فيه ويجي في التالي جا رمضان وطيح كلشي بحال عمرو ترينو. هادي اخي بحاجه تقدر توقع لك. المهم في هاد لا فيديو هذا نطرقوا لهاد البلان هادو غنعطيكم بزاف ديال الحلول كيفاش تنظم الوقت ديالك وكيفاش تحاول انك تدخل لي غوبا كاملين وتقاد كلشي. واللي اول مره يتفرج فيها بطل تحت الحلقه تلقى واحد اللعيبه سميتها ابوني يبارك عليها لايك وشي كومونتير زوين كالعاده وبارطاجي الفيديو مع العشرين ديالك حيت بزاف ديال الناس غيستافدوا منه. وهاد الفيديو راه داري وبنات يعني ماشي غير حيت يقولك البنات ما كديرناش حنا فيديوهات. انا ما سميتش الدومه ماشي انا ماشي من داك بنات ماشي الو غنهضر مع الدراري كامل وهاد الفيديو راه تقدر تستافدوا منه حتى نتوما البنات. اول حاجه اللي خاصك تفيتي من الدماغ ديالك يعني هاد الحاجه اللي غنقول لك تقادوا بعدا اللي غنقول خاصك هاد الحاجه خاصك تحيدها من الدماغ ديالك هي لونطريمون قبل الفطور. راه اخي بلان يوقع عليك الصاد راه اخي بحاجه دير هو التريق قبل الفطور راه غطيح في الكاتابوليزم راه ما عمرك غادي تزيد في القوه ديالك. راه داك الشهر الا كنت تزيد 10 كيلو غطيح حتى 15 كيلو غير داك الشهر الا كنتي كتريني قبل من لاصال كنخربق قبل من الفطور الا كنتي ما واكل والو غادي تريني راه مو اونطريمون هذيك ما والو راه تلعبها حيت كاين اللي كيقول لك انا غنمشي نتريني مع 6 ونص باش يسالي مع داك 7 ونص يجي بحال ياكل. انا ما غاتري اصلا الجهد اللي غاتريني فيه وداك الشيء اللي غتقدر تعطيك في لاصال راه ماشي بحال اللي غادي تكون كتعطي وانت غادي تريني انت واكل فهمتي راه غادي يكون الانرجي عندك طايح المورال طايح الجوع المعده خاويه شنو غاتريني اصاحبي وانت ما غاتقدرش تهز راسك بعد عاد شي تلاصال تريني راه غير تخربق هذا. وانت الناس اللي باغيين ينشفوا راه ما صالح لهمش راه والله ما صالح لك راه غيبقى عليك بزاف ديال الناس سير ديري هذه سير ديري هذه سير ديري هذه في رمضان باش تنشف وكذا وطيح راه والله ما صالحك. راه العلماء دابا تقلبوا وزادوا بحثوا في هذا البلان هذا بزاف بالنسبه للمسلمين اللي في رمضان كيحاولوا انهم يطيحوا ولقاو بلي راه كيضروا الدراري كما قلنا راه سميتو. دابا جيت للحمام درت فيديو قبل البوله عرفتي علاش حيت لي عندي في البيت البراش دوك كيخرجوا كيلعبوا في الزنقه الصداع. المهم كما قلنا نكملوا فين كنا حيت الناس اللي باغيين تينشفوا راه ما نافعكش بانك تمشي تلعب تريني قبل ما تاكل قبل الفطور راه غير غدي عرفتي راه غير غطيح في الكاتابوليزم وغتصدق راسك ما كطيح ما تلعب باغي كتعيا وكتخوي. اما بالنسبه للناس اللي باغيين تلعب في البوار حتى هو غير غتقتل راسك كما قلت لكم. المهم دابا غنشوفوا البروغرام اللي خاصك دير باش تكمل عادي كيفاش تنظم وقتك وتكمل عادي. بالنسبه للماكله الدراري شنو هو الحل ديالها تقعد انا ديال هاد القب هذا كيمرضني. المهم بالنسبه للبروغرام كما قلنا شنو هو انك خاصك بحال دابا انت مثلا كتدخل في النهار عادي يعني ماشي رمضان كتدخل 5 د لي غوبا الو داك 5 د لي غوبا اللي كتدخل غتعاود تدخلهم مور الفطور هاد بحال اول حاجه معاش كيود نقولوا حنا كيود مع 7 ونص. وبالنسبه لي انا كنوزن 80 كيلو الو خاصني ندخل الكارب 160 غرام ديال الكارب والبروتين 160 غرام ديال البروتين اللي غادي ندير ليا انا اون فوا غادي ندير الله اكبر غادي نوض غادي نهز غنكون ديجا صوبت 200 غرام ديال الرز 200 غرام ديال الليزان غادي ناكلها اون فوا غادي نسالي غنضرب سكوب نتاع الجولد ستوندار الوايد جولد ستوندار ديجا هضرت عليها وشرحتها اللي ما عندوش ماشي مشكل هو انك غتشد واحد خمسه ديال لي غوبا وغديرهم بمور الفطور واحد اون فوا غيود مع 7 ونص واحد غتمشي لاصال غادي تجي غضرب واحد غتكون ساليتي كاع غنضرب هذاك مع 10 غضرب واحد مع 11 ونص غضرب ضرب تقريبا مع 11 ونص ولا 12 ضرب واحد مع 2 ونص ضرب واحد مع 4 غضرب واحد انت كملتي خمسه ديالك كما قلت ما عطيتكم ماشي عليا انايا فين بقينا غنضرب في سكوب نتاع الجول ستوندار غنسالي غنرتاح شويه غادي نوض غنهز نصوب بري ورك اوت بري ورك اوت ابسط ماشي هو انك غاتنسى جوج بانانات غاتاكلهم وقهوه نسكافي غاتشدها غادير عليها سخون غاتحرك غاتشربها غاتهز الساق ديالك غاتطلع لاصال ديالك غاتكمل اونطريمون على خير وبخير غاتهبط غاتكون ديجا صوبتي الماكله اللي غاتاكلها عاوتاني ماشي غرام ديال الروز والطون غاتاكلهم غتسالي غترتاح انا عندي بريباراسيون ديال الباكالو خاصني نوجد نحفظ شويه غنقز غنحفظ غنسالي غنوض غادي نكون عاوتاني راني خليت الماكله كطيب غنصوب بطاطا والبيض كندير خمسه د البيضات غنسالي عاوتاني غادي نضرب سكوب نتاع الجولد ستوندار غادي نمشي نكمل الحفاظه ديالي عاوتاني بالليل غنهز الروز و 200 غرام ديال الهدان اون فوا غنسالي غنهز عاوتاني بيرليات ناكلهم
عاوتاني بقى لي اخر غوبا اللي غنضربو انايا هو جولد ستوندار والشوفان. غناكل الشوفان عادي وغنشرب معاه جولد ستوندار وغنعس وهاني هنيت البلان ديالي. هذا هو البروغرام اللي مش انا رمضان. اما نتوما غتشد كيما كتاك النهار عادي غتردهم غير مور الفطور. خمسة لي غوبا ولا أربعة لي غوبا غتنظمهم على حسب تجيب ما بيناتهم ساعة ونص كاع ساعتين الماكسيموم ولا ساعة ونص باش يجيوك انك تاكلهم ما بين الفطور حتى الفجر. وانت كملتي كلشي على خير وبخير وغتكمل في رمضان عادي وغادي تزيد في الوزن ديالك عادي غير هو تجلبوا انكم ترينوا قبل الفطور وكثر الشرب ديال الماء كثر الشرب ديال الماء كثر بزاف. المهم سير على الفيديو هنايا اللي اول مره تفرج فيها ما تنساش تفرك على العباد ابوني ولايك كالعاده من هاد الحوايج حفظتهم دابا لايك كالعاده وبارطاج الفيديو مع 20 ديالك حيت تقدر حتى هو ينفع. سو غنقول لكم واحد العيبه هو انني غادي نسولكم واحد السؤال وكلشي جاوبني في كومونتير ولا سيغ انستغرام ولا سناب شات يطلع لكم بجوج هنايا ولا فيسبوك حتى هو انا شنو كان كيحسن انت كتعرف على اللاصال على الحديد قبل ما تدخلوا شنو ما الحوايج اللي كنت كتعرفهم عليه شنو كنت كتسمع عليه. يلاه دراري نتمنى كلكم تجاوبوا على هاد كيسول دابا سيغ انستغرام ولا فيسبوك ولا سناب شات. بيس. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a